الاخوان السلام عليكم، كيف حالكم؟ بخير. حنا الان كنتوجدوا في واحد فاست فود تونيزيان، غادي ناكلوا واحد الاكله تونسيه اول مره اسمها اللبلابي. اشنا المكونات ديالها الاخوه اللي غادي يقول لنا المكونات ديالها؟ انا كنعرف لان الاخوه التوانسه كياكلوا بزاف هذا اللبلابي هذا، وعندهم مشهوره هذه الاكله هذه ومزيانه. فالحمص فيها الخبز وفيها واحد لاصوص، تيدير طون، تيدير بيض، كيدير بزاف ديال الحوايج. المهم غنشوف الاخ هو اللي غادي يورينا المكونات ديال اللبلابي المشهوره التونسيه. بقى معنا الاخوه. بغيت نقول لك واحد القضيه، بلا ان السيد نجي ناكل عنده قال لي هز الجبانيه ديالك، حط الجبانيات بحال هادو برا لهيه، شفتو مليح، حط فيهم الخبز. قال لي هز وحده ديالك من هنا، انا عزلت هذه فيها الخبز الاحمر شويه وكنتسنى غيصوب لي هذا اللبلابي هذا. ولكن المشكل هو انا خصني نقطع هذا الخبز تفرتيت، نقطعو طريفات صغيورين ونوجدو نحطو هنايا، هو ما يقطعش، يعني انا خصني نقطعو وعاد من بعد هو اللي غادي يدير شي الاخر. اه سيدي ما كاين حتى شي مشكل، حنا الان في ريستورون تونسي، حنا اللي غادي نقطعو الخبز. زيد اسيدي الخبز التونسي هذا، عرفتي هذا الخبز بحال الفينواز زوين هذا، عرفتي كيتفرتت بحال داك الفينواز ديال الطائف هذا الشيء. زيد اسيدي انا حساب لي غادي نعطينا خبز عندي غادي نغمس ساعة لا، قال لي قاسيدي تفرتو. انا نفرتو والله الا حساب لي غندير نغمس هكا بحال الطاجين. ايوا كنكتاشفو كل يوم كنكتاشفو، بعدا علاش نهار مشينا لتونس ما مشوش مكلخين، مشيو لتونس شي نهار نعرفو بلي ان اللبلابي راه خصك يعطيك الخبز، خصك اسمو ما باش ما يلعبوهاش عليك، ما يقولوش هذا سائح. هاد اللبلابي هذا كيشاركوا فيه جميع الناس، حتى الكليان حتى هو كيشارك. هذا خبز تونسي باهي، هذا خبز ايطاليا، هذا واقيلا ياك. المهم اخوان درنا التفرتيت هما هادو، زيد ابري فينا هو اللبلابي؟ غنمشيو دابا نشوفو، شوفوا العمليه الصعبه غنمشيو نشوفوها دابا. زيد اسيدي بسم الله. حار ولا؟ جا شويه الحار، ممكن نوري للاخ الاصدقاء هادو. الله يحفظك. شوف الاخ راه مرحب بنا. انتم شوفوا دابا هذا هو الحمص اللي هنايا، هنا دابا فيه الحمص داخل. الحمص تاع البكري. ها؟ رجلين تاع كاينين تما. الهرق ما كاينه. انت شوف شباب راه الحمص ما طيبش عا بوحدو في الماء، راه دايرين ليه التوابل وكل شيء، واش ودايرين ليه شويه ديال الكرعين باش يعطي المذاق ويعطي اسمه ياك. الله يحفظك. نعم باش يعطي الذوق هذه مزيانه سيدي، برافو عليكم. سيدي والله العظيم الى انتم الان كتشاهدوا معنا مباشره يا اخوان اللبلابي التونسي، وهذا اللبلابي يا شباب راه ما كاينش في بلاد اخر الا تونس. ينحي الكورونا هذا، ينحي الكورونا هذا قال لك ينحي كورونا الا في تونس، لانكم كتشوفوا في الفيسبوك بزاف كيديروا الاخوه اخوه توانسه تبارك الله كيديروا اسمه كيديروا بيبليسيتي. هذه هريسه عربي لا بدنا نديروا فيها شويه هذه عشويه، نديروا شي شويه نديروا عشويه لا بزاف هذاك بزاف نقص 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 حتى نقص. لا ما نقصكش عمرو. بصح. ايوا هيك هكا. مزيان؟ عندك دواء. دواء مع هذا البرد هذا سير سير يا سيدي. شوف هذا تنو هذاك الثوم مع زيت الزيتون. شوف تيدير. زيت الزيتون. شوف يا شباب هانتوما. هادو لي كابر هادو لي كتعرفهم يا شباب، هادو ديال الملحين شويه هادو. ملاح زيد اسيدي. العظم هذا مروق. هذا كيفاش كطيبوا هذا؟ شتو ما طيبش كله. لا هذا طيب عشويه. تطور الماء. خلي لي فور تقص الغاز وترمي العظام تخليه 5 دقائق وتنحي بقى هكا. ها انتم شوفوا كيفاش داير يا شباب، تيكون ها انتم شفتوا كي تيكون مرخي شويه، غادي راه وحده بركه الله يجازيك، كيكون مرخي شويه. حنا دائما مع الروزيطه ديال زيت الزيتون صافي. ها انتم زيت الزيتون شوفوا مع اللبلابي، شوفوا يا شباب شوفوا يا سلام، غادي دابا راه تاكلها ما شاء الله. لا دير شويه الطون، دير شويه الطون ياك. هذه شحال قلتي هذه باش يعرفوا الاخوه؟ شنو هو؟ هذه بشحال قلتها؟ قداش؟ هذه بساتورو. دير سميتو هذه بساتورو، ام اللي كتولي بنافورو واش كتزيد عليها؟ تزيد عليها عظمه اخرى ونعمل لها الرقمه. ايوا نديروها بنافورو سيدي. سير نافورو نديروها بنافورو باش الاخوه يشوفوها يعرفوا بلي الناس حاجه قويه. شو يا شباب؟ لابد خوضوا ديال نافورو راه كتكون قويه، يعني فيها جوج ديال بيضات. وكيزيد في هذاك الشيء الاخر اللي ما غادي تشوفوه هنا الاخوه. ها انتم شوفوا الاخرة الله فينا. ها انتم الطون، شوفوا يا شباب شوفوا عقلوا، غادي ناخذ من بعد ناخذ لادريس ديالك ديال هنايا. عندي كارت فيزيت غنعطيك. ها راه كارت فيزيت غنديروها حتى هي في الفيديو. زيد اسيدي زيد شويه الزيتونه
وفين هي هرقمه؟ قلتي غتزيد هرقمه؟ لا ما قلت لك. اه سير اسيدي سير سير اسيدي. تفضل عمي. صافي ها انتم شباب ها انتم الله يحفظكم. سير سير يا شباب سير 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 تبارك الله. ودابا شي كيفاش كتاكلوا؟ كتخلط وكتاكل؟ تخلط تخلط كل شيء ياك؟ تخلط كل شيء. اذا يا شباب هذا هو البول ديال ها انتم شوفوا كيفاش كيديروا لهم. شوفوا ها انتم شوف تحب الحار انت ما؟ اي اي هو ما عند عند البرد اللي كاين. راه هذه تتاكل حاره. اه برافو عليك. تاكل حاره يلزمك تزيد الحار. درت لا 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 بركه 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 بركه. اه يلزمها تكون حمر راه. بغيتي تصيفطنا نمشيو نجريو نمشي على رجليا. فوالا. شباب ها هو كيخلط هادشي كله. هذه هذا صحي كله صحي لان فيه 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 الخبز فيه الحمص فيه البيض فيه الثوم فيه الهريسه فيه الهرقمه يعني زعما اه. زعما هذا كومبلي بلا كومبلي هذا بلا كومبلي. لي زاني 60 سي ان بلا دي بوم. هذا زيد تعمل له مالح شويه ندير شويه الليمون ديال اسمه. اه ايه تعمل له شويه ليمون هكا ندير شويه الحامض الله يحفظك. اه نعم تاك ايبا برافو عليكم اسيدي برافو عليكم. اذا يا شباب غادي نوريكم العنوان ديال الاخ دابا باش اللي بغى يجي هنا ياكل عنده يجي مرحبا به. حنا ما بعدش على بورت دو كليونكور. اشنو هنايا 41 بولفار اورنانو. فوالا 41 41 بولفار اورنانو. لينا بونجور. فوالا لينا بونجور. راه تتبقوا حالين تلاش؟ اه مفتوح تلاش مفتوح مفتوح حتى الويكاند الصباح حتى الصباح ودون اسمان حتى للساعتين 3 تاع الصباح. اه ساعتين 3 الصباح اذا تيبقى حال حتى 3 الصباح يا شباب هنايا بولفار اورنانو 41 جو مرحبا بكم عند تونسي عند لينا بونجور. ما عندهمش غير هاد اللبلابير عندهم حوايج اخرين شباب هانتوما كاع السندويشات اللي كاينين. مالين تاكسيات مالين تاكسيات جيو مالين تاكسيات جيو لهنا 41 بولفار اورنانو 41 بولفار اورنانو هنايا جيو تلقاو ماكله زوينه ونقيه. واش غادي نقول لكم زعما الاخوه باين داك الشيء. راني قلبت ودرت وعزلت هاد البلاصه علاش؟ لان باش الانسان يعني ياكل حاجه نقيه. الى عجبكم هاد الفيديو ديروا لايك. السلام عليكم.